الطائرة تهيأت من جديد للتحليق نحو بغداد حاملة 156 راكباً، منهم 11 راكباً كانوا يستقلون الدرجة الأولى، 5 منهم عراقيون و5 من الإيرانيين الذين صعدوا إلى متن الطائرة في اللحظة الأخيرة قبل إقلاعها، وكانوا يحملون تذاكر سفر بأسماء وكنيات حركية إضافة إلى سوري واحد، بينما تكون طاقم الطائرة من 5 مضيفين و4 من رجال الأمن وملاحين سوريين 2 ومهندس من جنسية أجنبية. ثلاث طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 ريبر دخلت أجواء بغداد بأوقات مختلفة، 10:30 صباحاً، 11:30، 3 ظهراً. برج المراقبة العراقي سجلها كطائرات استطلاعية غير قتالية، وبقيت الطائرات تجوب سماء بغداد حتى ساعة الصفر. الثانية عشرة وثلاث وثلاثون دقيقة صباحاً، الطائرة السورية تهبط في مطار بغداد في المدرج المقابل للبوابة 23 لصالة سامراء. الثانية عشرة وتسع وثلاثون دقيقة صباحاً يفتح باب الطائرة، ويتزامن معها دخول مركبتين كانتا عبرتا بوابة كيوان المعروفة ببوابة الشحن الجوي. وقفت المركبتان بشكل متعاكس ليصعد للطائرة اثنان من وفد الاستقبال، محمد رضا مسؤول تشريفات الحشد الشعبي وحسن الساعدي القيادي في الحشد الشعبي. خرج ركاب الطائرة وكان آخرهم سليماني مرتديا قبعة وكمامة للتخفي، ومعه مرافق سوري يحمل كنية حركية، رفقه في مقاعد الدرجة الأولى وكان دليله الذي رتب له حجوزات الرحلة التي استقلها بعد عودته من لقاء جمعه بزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله. أبو مهدي المهندس كان ينتظر سليماني داخل إحدى المركبات. الطائرات بدون طيار استهدفت المركبات بثلاثة صواريخ من نوع هيلفاير تقتل الجميع. لم تكن الحصيلة سليماني والمهندس وحدهما، بل كان برفقتهما وفد إيراني وعراقي.
بعد الهجوم بسبع دقائق غادرت الطائرات بدون طيار سماء بغداد، ولتدخل ثلاث طائرات حربية حاول برج المراقبة دفعها لمغادرة الأجواء. خرجت اثنتان وبقيت الثالثة. حادثة القصف كشفت أن واشنطن كانت تراقب منذ عدة أشهر وعبر وسائل متعددة جميع تحركات سليماني الذي كان يتنقل كثيراً بين العراق وسوريا ولبنان بحرية مطلقة وبطرق تقليدية خلال السنة الأخيرة من دون احتياطات أمنية عالية كما كان يفعل في سنوات سابقة. بمقتل سليماني رأس حربة إيران وقائد حروبها المباشرة وبالوكالة في العديد من الدول، تفتح أبواب جديدة للمواجهة بين طهران وواشنطن. يأمل الشعب العراقي ألا يكون حطبا لها. Soleimani, number one terrorist in the world.